النبي وفاته على جميع الأمير. كان بعد ذلك انقلاب مصر الشعب من فترة قضية عظيمة، وأصعد الناس إلى الله عليه لكي يعدي ويكفر عن خطيئته. رجع موسى إلى الرب وقال: أقر عليك وأقرت عليك يا رب لقد خطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا له آلهة من ذهب، والآن إن كنت تغفر له خطيئته فأغفر، وإلا كأنني من سفرك الذي كتبتني فيه. فقال الرب لموسى: قد أخطأ الناس أن يكون من سفرك، والآن تمضي لتنزل وتقود هذا الشعب إلى حيث قلت لك، وذا ملاك يسير أمامك، وفي يوم افتقادي أجمع عليهم خطيئته. فضرب الرب الشعب وصار بسرعة عليك الذي صنعه هارون، وقال الرب لموسى: اذهب وانطلق من ها هنا أنت وشعبك هؤلاء الذين أخرجتهم من أرض مصر إلى الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلك أعطيها، وأنا أرسل أمامي ملاكي ويطرد الأمور والكلداني والفرزاني واليبوساني والكنعاني، وأدخلك إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، وأما أنا فلا أصعد معك لأنك شعب صلب الرغبة لئلا أفنيك في الطريق. فلما سمع الشعب هذا الكلام القاسي ناحوا، فقال الرب لبني إسرائيل: أنتم شعب صلب الرغبة، انظروا لئلا آتي